خمسة بونتوات كاملين اليوم فورمة كبيرة هجومية. فورمة كبيرة بدات بون ايتي افيكاس الحمد لله. ما كانش ماتش سهل سورتو لونتا نتاعو ما كانش سهل بكل. متلوي كيب محترمة جدا واقفة منيح تعرف تكنتر وعبت لنا الوسط قلقتنا في البرمير ميتان. بعد الهدف الثاني بدات تسهل المقابل. نبهت الاولاد بدور السي افيك لوميم كونسنتراسيون جوسكو بو سورتو ديزيام ميتان ماتش تقلب في اي وقت. بعد الهدف الثالث اون جيري وقتها وبارتيكومون معناتها السكور تهنينا عليه. المركز الثاني ما زلتم تهنتوش عليه؟ بالطبع هذه بالنسبه لنا احنا لعبنا اليوم النصف النهائي نتاع المرتبه الثانيه. مازال النهائي نتاع المرتبه الثانيه. توتي بوسيبل. دونك احنا مازال عندنا زوج مقابلات هامين جدا بالنسبه للموسم هذا الفينال نتاع الكوب والفينال هذه نسميها نتاع الدوزيام بلاس. ان شاء الله نحضروا كما يلزم ان شاء الله ربي يوفقنا. ديجا بدا الحديث على السكسيسور نتاع كمال القلسي. اسكو انت مشرف مع الاداره على الدوسيه هذوما وشكون كان اي شكون اللي نجم يكونوا على البون تاع الكلوب السيزون الجاي؟ والله سابق لي وين بالطبع الناس كل تخمم في شكون باش نجيبو يلزمنا نخمو فيه ويلزمنا ناخذوها بكري باش بروندر الريليف. انا تفاصيل مازالو زوج مقابلات انا دونك هذوما لي دو سيمين ان شاء الله من الغادي ثم بعض المقترحات ديجا بدينا نحكيوها مع الرئيس منا ان شاء الله الجمعتين الاخرين تبدا توضح اكثر الامور. جلال القادر المدرب السربي مثلا؟ لا ما غير ما نعطي اسامي عندنا برشا اسماء وكل شيء ممكن. كل شيء ممكن. كيف صبر في الفورمه تقول لي صبر في الكلوب بصبر وما غير صبر فرق بعيد. صابر ان جوار ديكسبيريونس بالنسبه لي انا من احسن الزاكون في تونس وبالنسبه لي انا صابر الميريت امبلومون سا بلاس اون ايكيب ناسيونال. بالنسبه لكشوك اليوم ما شفناهوش في الماتش. اكيد كشوك عنده مده ما لعبش. بالطبع ما نجمش تطلب من كشوك ومختار كيف ما نجمش تطلب منهم اكثر من يعملوه. ما خسروش ايزون فيها ماتش كوريكت نقول انا لكن ما يشك حد في قيمه نتاع لا مختار ولا كشوك. هي حكايه مانك دو كومبيتيسيون كهو.